البلازما، عزيزي المواطن، هل تبرعت بالبلازما؟ مش عارف حضرتك تبرعت ولا لا، ومش عارف حضرتك لو لسه ما تبرعتش ليه؟ اوعى تقول لي بقى اصلا انا قريت على الفيسبوك، او اغلب الناس تقول لي قريت على الفيس ان التبرع بالبلازما ده هيسبب لي مشكله كبيره جدا في الكبد، ده هيسبب لي مش عارف مشكله ايه في الكرات الدمويه اللي، وهيسبب لي مش عارف في جهازي العصبي في منطقه اليافوخ الايسر، اي بطيخ، اي حاجه حضرتك هتسمعها متعلقه بالتبرع بالبلازما سلبيه، انا بقول لك اهو اي كلام لا اساس لها من الصحه باي حال من الاحوال. ادي واحد. اتنين، انت معيارك ايه انك تسال المتخصص؟ ما تجيش تقول المتخصص في واحد دكتور يبقى ابن خاله جار والدتي قال لي، بطاطا، اي كلام. حضرتك تكلم وزاره الصحه تقول لهم يا جماعه انا عايز اعرف معلومات على مساله التبرع بالبلازما، هل في خطر على صحتي بشكل ما؟ هل ده هيؤدي الى اي مضاعفات لا سمح الله؟ ادي واحد. اتنين، اسالهم كمان ايه اهميه البلازما؟ ما هو اذا كان ما فيش خطوره بقى نبدا نفهم ايه اهميه البلازما؟ تؤدي الى ايه؟ ده مهم جدا جدا. هتساعد الناس في ايه؟ هتساعد المريض في ايه؟ لما تيجي وزاره الصحه على سبيل المثال تفتتح أول مركز متكامل في إفريقيا والشرق الأوسط لتجميع البلازما، خد بالك هو في 6 أكتوبر، بس سؤال هنا، ده معناه إيه؟ معناه إنه ده شيء كبير مهم عالمي، العالم كله يجمع البلازما، أو بالأدق العالم المتقدم كله بيجمع البلازما. يبقى الناس اللي بتخوفك دي بتخوفك ليه؟ عشان مش عاوزك تطلع لقدام. يبقى المركز اللي بيتعمل اللي هو أول وأهم وأكبر مركز لتجميع البلازما في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالكامل في 6 أكتوبر بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المصرية وشركة جريفلز، أتمنى أكون بنطق الاسم مظبوط لأنه شركة أسباني. احنا معانا على التليفون دكتور محمود حنفي مدير وحدات التبرع بالبلازما بالمشروع القومي للبلازما. أهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. ازي حضرتك؟ ازي صحة حضرتك؟ كله تمام؟ كله تمام يا فندم الحمد لله. هل التبرع بالبلازما يا فندم فيه اي خطورة على المواطن؟ قطعا لا يا فندم. سهلة. التبرع بالبلازما تبرع آمن جدا. قد تكون هي ثقافة جديدة بس على شعبنا المصري، لأن هي مش ما كانتش منتشرة بالشكل اللي اتحط عليه السبوت لايت في الفترة ديت. حلو. بس احنا كل حاجة غريبة عننا فممكن بنخاف منها في الأول، بس احنا دورنا ان احنا نوضح الصورة السليمة عشان الناس كلها تعرف طبيعة التبرع بالبلازما، ويعني ايه بلازما اصلا، وايه طبيعة التبرع بالبلازما، لان احنا حتى ثقافة التبرع بالدم اللي احنا كلنا عارفينها او من بعيد ممكن يكون عندنا خلفية عنها، برضو في ناس مننا كتير ما عندهاش الخلفية الكبيرة عن يعني ايه تبرع بالدم. فطبيعي لما تخش ثقافة جديدة زي التبرع بالبلازما فبرضو اكيد هنبقى معظمنا قلقان منها او مش فاهمها كويس. طب نحاول نوضح للناس يا فندم يعني ايه تبرع بالبلازما. طيب في الاول اقول لحضرتك هي ايه البلازما اصلا. ايوه تمام. هو مبدئيا البلازما ده جزء من الجزء السائل او السائل الشفاف الاصفر الشفاف اللي بتسبح فيه خلايا الدم بتاعتنا، اللي هي كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء والصفائح الدمويه. حلو. يمثل 55% من حجم الدم بتاعنا. تكوينه الاساسي 92% منه عباره عن ميه، الميه العاديه اللي في جسمنا. دي تكوين البلازما. 8% بقى الباقيين من تكوين البلازما اللي هي الحاجات اللي احنا عايزين نستخلصها عشان نعمل منها الادويه، اللي هي البروتينات زي الالبومين مثلا، وعوامل التجلط اللي بتستخدم في امراض النزف المتكرر، والاجسام المضاده او اللي هي الاميونوجلوبولينز اللي بتستخدم في امراض نقص المناعه. هي دي بقى الحاجات اللي احنا عايزين نستخلصها من البلازما عشان نعمل منها الفايلز الادويه عشان ياخدها المرضى بتاعت اللي بتعاني من الامراض. جميل جدا. ايه شروط التبرع بالبلازما يا دكتور؟ تمام. شروط التبرع بالبلازما تخضع للمعايير القومية لأسس اختيار المتبرعين اللي هي تنطبق على نفس شروط التبرع بالدم. في حاجات جنرال أساسية اللي هي السن مثلا لازم يبقى من 18 ل 60 سنة. الطول والوزن يبقوا في المتوسط، يعني الوزن ما يقلش عن 50 كيلو والطول ما يقلش عن 150 سنتي.
بالنسبة للأمراض المزمنة زي الضغط أو السكر، لو أنا عندي ضغط وباخد حتى علاج لازم يكون الضغط بتاعي منتظم وكنترول، ما يبقاش فيه أي كومبليكيشنز أو مضاعفات أدت لمثلا لحدوث جلطات أو أي حاجة. يعني معظمنا بيعاني من الضغط، بس لو أنا واخد ضغط أدوية ضغط وضغطي متظبط ممكن أتبرع بالبلازما. لو أنا مريض سكر وباخد انسولين ما ينفعش اتبرع بالبلازما زي ما ينفعش اتبرع بالدم برضه. لو انا مريض سكر وباخد ادويه اللي هي البيلز اللي هي الاورال هايبوجلايسيمكس او الادويه اللي بتقلل نسبه السكر بس مش انسولين، طبقا لتعليمات منظمه الصحه العالميه لو انا سكري متظبط الفتره الاخيره دي وباخد ادويه بيلز اللي هي الادويه الاقراص يعني اقدر اتبرع بالبلازما. حلو جدا. في امراض بقى مزمنه تمنعني من التبرع من البلازما زي امراض القلب والكبد والكلى وامراض الغده الدرقيه، وفي حاجات بسيطه بقى ممكن تاجل تبرعي شويه لو انا خالع ضرسي او حاشي اسناني او عامل اي غرز او حجامه ممكن تاجل تبرعي لمده 3 شهور. لو انا عامل عمليه كبيره اللي هي كبيره اقصد بيها ان فيها فتح وبنج وعمليات واوضه عمليات وكده دي تاجل تبرعي لمده 4 شهور. حاجات بسيطة كده لو قعدنا نعدها هتاخد وقت طويل مننا، بس انا قلت لحضرتك امثلة الميجور اللي ممكن الناس تسأل عليها يعني. طيب تعالى بقى بعد اذن حضرتك، اولا شكرا على هذا الشرح الوافي، كان مهم عندي برضو ان احنا نشرح للمواطنين علشان لما نيجي نشجعهم بقى نبقى بنشجعهم بقلب واحنا بنفهمهم ايه هو المركز اللي تم افتتاحه النهارده، يعني المشروع العام. احنا النهارده بنفتتح مركز او افتتحنا بالفعل مركز تجميع البلازما اللي في 6 اكتوبر، تعاون ما بين وزارة الصحة، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجريفلز الاسبانية. تمام يا فندم، تمام. وطبعا انا عايز انوه بس حضرتك ان ده يعتبر المركز السابع الرقم 7 اللي تم افتتاحه في الفتره الاخيره. حضرتك عارف طبعا ان وزاره الصحه افتتحت ال6 مراكز الاولى ايوه يوم بدايه من يوم 14/7، والمركز الضخم اللي حضرتك قلت عليه اللي بالتعاون بين وزاره الصحه وجهاز المشروعات الخدمه الوطنيه اللي تم افتتاحه من 2 3 كده يعني اللي هو في اكتوبر ده، يعني احنا كده بقينا 7 مراكز في مصر حتى الان، سيكينج ان احنا نوصل كمان في 20 مركز هيتم افتتاحهم كمان بنهايه 2022. طبعا كلنا تحت مظله كبيره اللي هي علم مصر، يعني كلنا تحت مظله يعني وزاره الصحه والجيش وطبعا بالتعاون مع الجريفولز الاسبانيه. احنا عايزين نوصل بلدنا ان احنا المشروع القومي للبلازما اللي مصر كلها هتستفيد منه صحيا وطبيا واقتصاديا طبعا، كلنا جهودنا بتتضافر عشان بلدنا تتقدم لقدام. المراكز دي كلها مجهزه تحت يعني على اعلى مستوى طبقا للمعايير العالميه. المراكز كلها بتحاكي نفس المستوى العالمي ما كانتش اكتر منه كمان. العاملين في المراكز دي مدربين على اعلى مستوى عشان نقدر نوصل خدمه صحيه وطبيه للمواطن المصري سواء متبرع وبعد كده البلازما اللي هو هيتبرع بيها ويتم تصنيعها بعد كده عشان نقدر نوفر ادويه على كفاءه عاليه وبنسب نجاح كبيره بالنسبه للمرضى بتوعنا كمان. طيب دكتور محمود، احنا ليه يعني التعاون بتاعنا كان مع كريفلز مع جريفلز الاسبانيه، اشمعنا دول؟ بص يا فندم، هي المساله كلها ان في شركات على مستوى العالم بيبقى ليها باع طويل في قصه تصنيع البلازما والادويه المشتقه من البلازما. حلو. فشركه جريفلز تعتبر من اكبر الشركات ان ما كانتش اكبرهم في الماركت شير دوت على المستوى العالم، وليها باع طويل في منطقه الشرق الاوسط او كده بس. وطبعا هي اكيد مصر ان شاء الله باذن الله بالتعاون مع الناس الخبرات ديت هتقدر توصل لمستوى عالي جدا في افريقيا والشرق الاوسط ان شاء الله باذن الله. باذن الله. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، وان شاء الله كده لازم نبقى نلتقي قريب جدا نتكلم اكتر على مساله مشروع التبرع بالبلازما او المشروع القومي للبلازما في مصر، اهميته وياخدنا يودينا لحد فين. انا بشكرك جدا مره تانية دكتور محمود حنفي، مدير وحدات التبرع بالبلازما بالمشروع القومي للبلازما عندنا في بلدنا.